التي عجبتني هذا أيضا في هذا الكتاب دليل للأسرة من أجل حياة مستقرة، اللي هو معالجة موضوع الإهانة والضرب بين الأزواج، وأعتقد عاني بها هذا الكتاب تماما. احنا يمكن تكلمنا كثيرا في هذا الامر واستقبحناه بشده. استقبحناه مش عشان خاطر رغبات شخصيه، لا لا هذا لا. ضد الفطره الانسانيه، ضد الفطره الانسانيه، لان في اعتداء على انسان اخر بصرف النظر كان زوجا او زوجه. لكن ايضا نحن نظرنا في ذلك الى مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلك سيدنا رسول الله هو النموذج الذي ينبغي ان يكون في اطار العلاقه الزوجيه. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تحكي عن شخصه الشريف في علاقته بأزواجه وفي علاقته بأبنائه وفي علاقته بالمجتمع من حوله، مع جانب اللين والرفق والسؤال ومراعاة المشاعر، وأنه كان حتى يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور كنموذج بالنسبة لنا. مع هذه الشخصية الكريمة الشريفة في هذا الجانب، إلا أنه لم يضرب أحدا قط. هل يمكن أن تكون دواعي الضرب، يعني الأسباب التي تؤدي إلى الضرب، منعدمة في زمن سيدنا رسول الله موجودة عندنا؟ لا، هو الزمن واحد، يعني الدواعي موجودة، لكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي لنا نموذجا كاملا في التصرف الإنساني. فالمعالجة لا تكون بالضرب بحال من الأحوال، وربما أن التربية الحديثة وبرامج التربية الحديثة الآن بتكشف عن أن الضرب سيؤدي إلى تعميق هو في داخل النفس الإنسانية، ربما لا نشعر بها نحن الآن، قد نشعر بها فيما بعد، وقد تؤدي إلى أزمات. ولذلك هذا الحديث الذي تقوله أم المؤمنين عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط بيده، ما ضرب زوجا ولا ولدا ولا خادما، إلا أن يكون في سبيل الله. فعندما يكون في سبيل الله، طبعا هذا أمر الحرب وأمر الدفاع وأمر القتال، هذا له أحكامه الخاصة به. لكن عند الحياة الأخرى، عند الحياة في المجتمع، الحياة التي فيها السلم والهدوء والعمل، في هذه الحالة لا، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط. حتى إن يعني سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحكي عن هذه العشرة الطيبة التي عاشها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني عن خدمته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين، ما قال صلى الله عليه وسلم له أف قط، لم يظهر صلى الله عليه وسلم الغضب من تصرف ما فعله سيدنا أنس، وإنما بيترك يتصرف. وهذا من بناء الشخصية، تحمل المسؤولية. منذ وأنس بن مالك خدم رسول الله وهو صغير يعني، ولذلك هو يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون النموذج الحاضر في أسرتنا، في تعاملنا في البيت، في هدوئنا، في حوارنا، في نظراتنا، في التفافنا حول أولادنا، في تربيتنا لأولادنا، في كل تفاصيل الحياة. أنا أوقن تماما بأن نموذج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد في أي بيت من البيوت، لم يكن الثمرة من هذا النموذج إلا أن تكون أسرة طيبة وحياة مستقرة وحياة سعيدة تجتاز كل المشكلات وتتحدى كل التحديات.